السلام عليكم. حافظت شركة اتصالات المغرب على ترتيبها كأول علامة تجارية مغربية في تصنيف براند فاينانس أفريكا لسنة 2022، وكيصدر التصنيف على براند فاينانس واللي كيتواجد المقر ديالها في لندن، وهي شركة رائدة عالميا في مجال تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية، وتقيم سنويا 5000 علامة تجارية. وهدف التصنيف هو تسليط الضوء على أكبر 150 علامة تجارية إفريقية، وبحسب النتائج جات اتصالات المغرب في المرتبة 14 إفريقيا، وارتفعت قيمتها بنسبة 11.9% باش توصل 851 مليون دولار. وفي صنف شركات الاتصالات احتلت اتصالات المغرب المركز الثالث على المستوى القاري، وتصدرت الترتيب بشكل عام شركة الاتصالات الجنوب إفريقيا MTN بقيمة سوقية بلغة 4 مليار درهم، وتضمنت قائمة 150 علامة إفريقية الأعلى قيمة والأقوى، 11 علامة مغربية كتضم بنوك وشركات اتصالات وأخرى متخصصة في الصناعة الغذائية والمعادن. وبعد اتصالات المغرب جاء البنك الشعبي كثاني أقوى علامة تجارية مغربية، محتل المرتبة 31 قاريا بقيمة تناهز 488 مليون دولار، وجاء من موراه تجاري وفا بنك في المرتبة 32 بقيمة تناهز 465 مليون دولار، واحتلت إنوي المرتبة 63 في هذا التصنيف، وجاء بعدها بنك إفريقيا في المرتبة 71، ثم كارفور المغرب في المرتبة 98، وأطلانتا سند في المرتبة 130، متبوعة بأتقدا المغرب في المرتبة 140، ثم البنك المغربي للتجارة والصناعة في المرتبة 145. وكتبلغ القيمة الإجمالية للشركات المغربية المتضمنة في هذا التصنيف حوالي 2.6 مليار دولار، وهادشي اللي خلى المغرب يحتل المرتبة الرابعة بعد جنوب إفريقيا ب 36.9 مليار دولار، ونيجيريا ب 3.2 مليار دولار، ومصر ب 3.1 مليار دولار.